طب الدولة عملت إيه من أجل إنها تحافظ على البداية الذهبية لأولادنا؟ في مصر بيتولد الحقيقة كل سنة 2 مليون طفل. 2 مليون طفل دول اللي هيكونوا ثروة مصر في 2050. بس إزاي هيبقوا الثروة دي؟ مصر بتحقق لهم الاستقرار الصحي والتعليمي والنشأة في أول 6 سنين. طب مصر بتعمل ده إزاي؟ حضراتكم لما هتزورونا في وزارة الصحة هتلاقوا في كل وحدة صحية غرفة بنسميها المشورة الأسرية. جوه الغرفة دي حضراتكم هتلاقوا شباب زي الفل من شباب مصر القوي والعافي، متعلمين ومتدربين على أحدث وسائل الخدمة الصحية في الألف يوم الذهبية وكمان 6 سنين الذهبية. يا دكتورة حكاية الألف يوم الذهبية دي، الألف يوم الذهبية هي فترة الحمل زائد أول 2 سنين من عمر الطفل، ودول مسؤولين عن 85% من قدرات الإنسان، وبرضو اللي بيضيع ما بيتعوضش. وبالتالي 6 سنين دول النشأة المتميزة مصر قامت بدورها وحطت مقدمي المشورة في كل الوحدات الصحية عشان يعلموا الأم والأب من أول مشورة ما قبل الزواج، يعني ماينس واحد من قبل الاثنين ما يخلفوا، مشورة ما قبل الجواز، وبعدين بعد كده توفر لهم الولادة الطبيعية، وبعد كده تعمل لهم طبعا الرعاية أثناء الحمل وتكمل معهم ليه أول 2 سنين من العمر، لا لغاية 6 سنين. علشان كده بنقول الملف الصحي مصر اهتمت بيه جدا في وزارة الصحة، وبتشرف على المجتمع المدني وعلى القطاع الخاص عشان يقدم نفس الخدمة اللي بتتقدم في وزارة الصحة، فنبقى محافظين على صحة أولادنا في 6 سنين الأولى من عمرهم. الطفل اللي أمه بتنزل الشغل في الأول هتلاقي الحضانات اللي متجهزة على أعلى مستوى تاخد أطفالنا من أول سن حديث الولادة لغاية 4 سنين، تديهم الرعاية المجتمعية السليمة، وفي نفس الوقت وزارة الصحة بتدعم الحضانات بأنها بتقدم الرعاية الصحية جوه الحضانة، وبالتالي طفلنا هيروح الحضانة هياخد الرعاية المناسبة، وكمان هيتعلم إزاي يبص للدنيا بشكل مختلف من خلال اللعب هنعلمه، من خلال العلاقة مع الميسرات المتدربات هنعلمه، من خلال تواصله مع الأطفال اللي حواليه هنعلمه. من 4 لـ6 سنين وزارة التربية والتعليم بتوفر التعليم قبل المدرسة، وده مهم جدا 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 لأطفالنا عشان يكونوا قدراتهم الذهنية. كمان وزارة الثقافة بتوفر لنا وسائل تثقيف الأسر لأنهم إزاي يربوا أولادهم في 6 سنين الذهبية الأولى، ووزارة الرياضة كمان مهتمة جدا إنها تعلم الأمهات كيفية إنهم يمارسوا الرياضة عشان يقدروا يرعوا أولادهم كويس ويبقوا النموذج اللي أولادهم يتعلموا منه، لأن زي ما قلنا لسه حالا إن الطفل ماشي بيصور وريكوردر بيسمع، وبالتالي لما أهله يكونوا بيمارسوا رياضة، ولما باباي بيتكلم على الرياضة، ولما مامته بتقول أنا نازلة عشان أمشي عشان الرياضة، هو بيكبر عنده الرياضة شيء أساسي.